تسبب شجار بين قصيرين اليوم الأربعاء 19 مارس 2021 بمركز أي تعتاب بجماعة مولاي عيسى بن إدريس في إصابة أحدهما بقارورة زجاجية على مستوى الرأس واليد اليسرى ليغمى عليه في الحالة. وحسب مصادر خاصة للجريدة تدخل أحد الأطباء بعد الحادث ليوقف النزيف، كما تم استدعاء كل من مصالح الوقاية المدنية، الدرك الملكي والسلطات المحلية. تجدر الإشارة أنه تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى المحلي بأي تعتاب لتلقي العلاج اللازم.